هذا اللي شفتوه كان عيد ميلاد عبود ولارا مال السنة اللي فاتت. هاي السنة سوينا لهم حفلة لكن ما صورنا ونزلنا لكم إياه، لذلك إنه أنتوا تطلبون حفلة. ردنا نسوي عيد ميلاد اليوسف، طبعا صار عيد ميلاد يوسف برمضان فما سوينا وانشغلنا بالبيت وإلى آخره. لذلك اليوم إن شاء الله حفلة عيد ميلاد يوسف. بما أنه عيد ميلادك بس راح نسوي تجهيز كامل مع الحفلة. هذا الفيديو بشقد تريده يوصل لايكات؟ 150,000 لايك. يلا هسه خلينا نشوفكم التجهيزات. هاي التجهيزات اللي جبناها، هذا مال عيد ميلادك، قبعاتي مال عيد ميلاد، قبعات هذا. طبعا يوسف صار عمره 7 ونص حاليا، بس لانه تاخر عيد ميلاده فهو من دخل 7 ما سوينا عيد ميلاد. هسه انت شقد يوسف عمرك؟ 7 ونص. 7 ونص صحيح. طبعا يوسف كان عيد ميلاده يوم 27/4 لكن صادف شهر رمضان مثل ما قلنا لكم. وعبودي بعيد ميلاده هذا هنا ذكرت انه هو 18/1، هو 13/1 مو 18/1، اما لارا 6/1 صحيح. فهسه هاي طبعا شوفوا هذا تزيين كامل مال عيد ميلاد، فهسه راح نفتح وتشوفوا. صح من الصحون الى اخره. بعاني بعاني افتح عبود. ها واو افتح عبود، ايه افتحها خلينا نشوفها. هذا وش يطلع صوته؟ هاي المواعين، هاي اقنعه. اوه بيقنعه. وهاي تنحط على الكيكه. الله وهاي خواشيك. شو رايكم طفي التلفزيون وسوي التجهيز هنا على الميز؟ شلون يعني شلون تسوي؟ التجهيز يصير هنا لورا، واللي على الميز نخلي الميز هنا، من نجيب الكيكه نخليها والحلويات وهاي الامور. خلينا نجيب الميز واشوفك شلون نسويها، اوكي؟ ايه. طبعا حتى سفره على الميز نفس الستايل اكو. هنا راح نعلق هاي الهابي بيرثدي. شوفوا هاي الخلفيه، خلفيات هيك متحركه مال عيد ميلاد، مو احلى؟ ايوه حلو. هاي الكلمه مال هابي بيرثدي ويا هذا الخياط، منا بيها فتحات حتى يدخل الخياط ونقدر نعلقها هناك. حلوة يوسف؟ ايه. بعد ما تشوف الكيكات والهديه. هسه خلصنا تجهيز الميز وهاي الزينه اللي سويناها النفاخات. طبعا لارا سوت هاي هابي بيرثدي وهالنفاخات. الميز عبوده رتبه هو يوسف وبقات الكيكات. يوسف طبعا راح يبدل، هسه احنا هم نروح نبدل ونجيب الكيكات ونبدا حفله عيد ميلاد يوسف. هسه خلصنا الميز وفرغنا هنا مكان للكيكات، هسه بدلها وخلصها. تعال عبودي. هلا. اوه هلا. شنو لارا؟ اوه هسه صاحب عيد الميلاد يوسف. هلا. راح نبدا عيد الميلاد اليوسف لكن بعد ما نجيب الكيكات. يلا مش نجيب الكيكات، مش نجيب الكيكات. هاي جت الكيكه مال يوسف وكيكه عبودي وكيكه لارا. هاي الكيكه مال يوسف، ميلاد سعيد يوسف. وبما انه ما صورنا عيد ميلاد عبودي ولارا جبنا لهم كيكات. هاي الكيكه ميلاد سعيد لارا وهاي الكيكه ميلاد سعيد عبودي. كيكة جبناها مثل الثيم مال عيد ميلاد يوسف. كل عام وانت بخير يوسف. انت بخير. فهسه ان شاء الله ايش راح نبدا؟ هسه راح نبدا الحفله، اوكي يوسف؟ ورا ما نطفي الشموع تاخذ الهديه. طبعا لارا وعبودي انطول هدايا بعيد ميلاده برمضان. قد شموع؟ اي. لكن انا ما انطيته هديته. شوفوا هنا هاي صار عمره 7 يوسف. الملك مال 7. الملك مال 7. هسه خلينا نشغل اغاني ونبدا الحفله وراها نطفي الشموع، اوكي؟ اوكي. يوسف نزع ستره متحمس. اول اغنيه يوسف شنو تريد؟ رديح. رديح؟ ايه. يعني اول ما تبدا رديح. يا هل ماشي من في دور روح وقت، يا هل ماشي من في دور روح وقت، ايوه ايوه ليل ويرسم عليك، ايوه ايوه ارسك ونصها، ايوه 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 صاير مجنون لو مسيا بيقطعوني وفوق النار يدقوني وهذا الحب ماري بوقت وجبت الدلال اللي يحب واحد ماري متحمس يوسف؟ ايه.
هاي اخر اغنيه ها وراها نشعل الشموع اوكي من نطفيها ونرجع نحتفل مره ثانيه نفتح الهديه ونرجع نحتفل ورا ما نسوي الشموع ماشي يلا تدري هسه خففنا الإضاءة حتى نشغل الشمعة ويوسف يطفى الشمعة السنة السابعة Happy birthday to you Happy birthday to you Birthday to يوسف Happy birthday to you يلا واحد اثنين ثلاثة هسه طفينا الشمعة السابعة ليوسف وإن شاء الله 100 سنة كل عام وأنت بألف خير يوسف وإن شاء الله تصير أحسن طيار. عفواً. كل عام وأنت بخير يوسف وإن شاء الله تصير طيار. كل عام وأنت بخير يوسف وإن شاء الله تصير أحسن طيار. هسه خلينا نقص الكيكه يوسف حتى ناكل من الكيكه مالتك وناكل وراها مال لارا وناكل وراها مال عبود يلا قصها الزم ويا الزم ويا الزم ويا سمى بسم الله 1 2 3 اوه الله يلا هسه خلينا نقص كيكه لارا يلا لارا قصيها الزم يوسف الزم ويا ايه يلا بسم الله الرحمن الرحيم بعد منه يلا هسه نرجع لك كيكة عبودي يلا عبودي قص هالكيكتك يلا ويا ساعدوا ساعدوا ويا بسم الله الرحمن الرحيم الله كل عام وانتم بألف خير وإن شاء الله سنينكم كلها سعادة ويا رب إن شاء الله 100 سنة 100 ألف سنة آمين وإن شاء الله أنت ويانا همين بهال 100 سنة هسه راح نجيب الهدية مال يوسف شنو أنت تتوقع هديتك يوسف؟ والله ما أدري سيارة مثلا ما سباق يوسف هسه مستعد للهدية؟ ايه تعال تعال اقعد تعال هنا تعال حتى يفتح الهدية مالته عبودي تعال جيب له هاي الطبلة تعال جيب له هاي الطبلة خليها قدامه متحمس؟ ايه خليها هنا هسه راح اجيب لك الهدية واجي اوكي؟ ايه الهدية كلش كبيرة هذا لا يعرفوها؟ لا ما حد يعرفها لا شايفها شايفها والله حتى ماما تعرفها شنو لا شايفها ولا شايفها لا طبعا هاي الهدية مال يوسف شوفوها خلنا ناخذ الهدية هذه يوسف بعدش كبرها يوسف شو شوف تقدر تشيلها شيلها طقيلة طلعها من هذا طلعها طلعها عمودي طلعها يلا مستعد يوسف تفتحها يلا افتحها مو قلت لك شنو شكرا عفوا اتوقعت والله توقعت سم بسم الله بابا هاي مين لعب بيها بابا طبعا ثقيل واو بس يد واحده؟ اي يجي يد واحده بيه لانه جديد بس احنا ان شاء الله راح نجيب يد ثانيه هذا البلاي ستيشن مال يوسف الجديد مبروك يوسف وكل عام وانت بخير جبتك الهديه؟ اي بالف عافيه حبيبي نخلص الحفله؟ لارا عبودي وصلوا 500 ألف لايك خلينا نشوف فيديوهات يوصلوا 100 ألف لايك أيوة أيوة وصلنا عند الفيديو لا تنسي اللايك أقول بالخير